فعصام، احنا في سؤال بقاله يومين او من امبارح والنهارده وصل لي على رقم الواتساب بتاع الخاص ببرنامج السفتونك كتير جدا. خليني ابدا بيه الحلقه معاك لان لازم يكون في امر واضح من الشيخ عصام ومن الدين وردا على هذا السؤال. السؤال بيقول: ما حكم التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ عنوان كبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من له وبعد. يعني أولا ده عنوان يعني كبير يحتاج إلى تجزئة. ما المقصود بالتطبيع هنا؟ لازم يكون واضح ما التطبيع، ما المقصود به؟ هل جعل العلاقات طبيعية مع عدو يغتصب الأرض والعرض والبلاد والعباد؟ أم المقصود شخص يتفاوض معهم لأجل أسرة، لأجل كذا، لأجل كذا؟ ما المقصود بالكلمة؟ خلينا احنا ما بنتكلمش باسم حكومات، مش قصدي، انا بتكلم على الأفراد والأشخاص. ما انا معاك، انا عشان كده بتكلم في اني لازم الأول معروف ما المقصود بالعنوان. ده عنوان تحت منه عدة عناصر، نقاط عديدة، فمسألة تختلف من شيء ديني لسياسي لتعامل لاقتصاد لغير، كل حاجة لها حكمها بحسب الدرجة التي فيها. فهنا لابد من التحديد، ماذا تقصد بالتطبيع مع الكيان الصهيوني؟ الأفراد، ماذا يفعل الأفراد مع الكيان الصهيوني؟ أذهب إلى في رأيين: مواطن أو إنسان ذهب إلى الأراضي الفلسطينية لزيارة القدس والأقصى الشريف، ومواطن آخر ذهب إلى الأراضي الفلسطينية لحضور ندوة، لحضور مؤتمر في تل أبيب وبرعاية من الحكومة الإسرائيلية. أولا، مسألة زيارة المقدسات التي تحت سلطة احتلال مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، وسبب الخلاف عندهم أن القصة بنيت على علماء الذين حرموا، معظمهم من العلماء المعنيين بالفقه السياسي والشأن العام، ومعظم من أجاز يعني معظم، أنا لا أقدح، كلاهما أهل علم. لكن أنا أقول الملحوظة المهمة هنا أن من منع الجمهرة الكبرى من العلماء الأمة المعنيين بالشأن العام والفقه السياسي؟ بعض من أجاز استدلالا على، ومعظمهم ممن لا يعنى بالشأن السياسي ولا يعرف له اهتمام به. فمثلا من أجاز أني حتى الشيخ بن باز لما قال أني الصلح، جواز الصلح مع إسرائيل، والشيخ القرضاوي لما ناقشه وآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، قال له واستشهد بأهل مكة، فقال له لا، أهل مكة مش محتل، قريش ما كانتش محتلة مكة، كانت في أرضها زي أسبانيا كده، قريش أهل بلد، كل اللي عملوا ظلموا جزء آخر من أهل البلد وأخذوا أرضهم وطردوهم. ده لا يقره الشرع، بس الخلاف في فرق من إني بفاوض أهل البلد على إني زي الخلاف الدائر الآن اللي يتناقشوا مع السيسي وما تناقشوش. السيسي ابن 60 في 70، خائن، حد في الإسلام الإعدام شرعا قانونا، وقانونا لو في قضاء وطبق بالعقوبة العسكرية والعقوبة الشرعية والعقوبة القضائية، السيسي قولا واحدا حكم الإعدام. مين بقى ينفذ دي؟ دي قصة تانية، مش ده مجالها يعني. إنما احنا بنتكلم في إني في فرق بين بتكلم بين أهل البلد وبين محتل للبلد، لهذه البلد. نعم، ومحتل للبلد انا هناقشه وهقابله في قلب البلد المحتله وانا مسلم له بملكيه الاحتلال. انما النبي لما اتفاوض مع قريش اتفاوض مع اهل بلد على ارضيه انه ايضا ابن هذه البلد. لما دخل مكه وتحت حراساته، ده اللي الناس بتستدل بيه. انا بس بدلل بمن اجاز لان الادله مش قويه. تمام. وانه زار، طيب خلاص زار، لكن اشترط النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه، قالوا يرجع هذا الأمر ويخرجوا ولا يكون في هذه الفترة أهل قريش في الحرم، يخلى له وحده ولمن معه من المؤمنين. ربنا على صلح الحديبية، اللي هي صلح الحديبية يعني، واللي ما كملش بعد كده يعني، وفتحت مكة بعد سنتين يعني. طيب، إذا القياس قياس مع الفارق، والأدلة لا تسلم من نقد. القضية لا يوجد فيها، ما هياش من القطعيات اللي يخالفها يبقى ارتد، إنما تدخل في إطار
العلم والجهل بالفقه السياسي. طيب ده جزء بس الاول عشان اوضح. ذهب الى المقدس. ما انا معاك. نعم. ده اذا ذهب للمقدس بهذا الامر بعاطفه وعاطفه جياشه ومن باب شد لا تشد الرحال من باب هذا واني نعم. ناس لا تتحمل هذا الشوق والحنين ماشي. زي ما نفس الفكره هنلاقيه عند بعض الناس يقول لك طب ما احنا ما نزورش الحرم الان تحت ايد ال سعود وكذا. المساله برضو مختلفه. فدي قضيه انا ارى ان الكيانات الافراد لا يصلحون فيها للافتاء وحدهم. لكن في كيانات يعني منعوا التطبيع ومنعوا الصلح مع اسرائيل. مجمع البحوث الاسلاميه بالازهر في سنه 66 و68 72 وانت طالع لحد بس 78 لما السادات حاب يعمل صلح طلعت الفتوى اللي سياسيه ولفرد وليس لمجمع. والفتوى كانت باجماع علماء المجمع الفقه البحوث الاسلاميه بحرمه الصلح مع اسرائيل والتطبيع مع الكيان الصهيوني وحكم وحرمه الزياره. نفس الحال ما نفس التطبيع ده بكله بقى الوانه سياسي اقتصادي غيره كله. حتى مجمع الفقه الاسلامي تابع للمنظمه نفس الحاله. فاذا الراي العام بالمنع. الادله القويه لان دي فتوى فيها شق سياسي فلازم يكون في معلومات في الواقع. اما ده انا بتكلم بالوجه العام هي بس يعتبر الاستثناء الوحيد اللي ممكن فيه النقاش هي قضيه زياره المسجد الاقصى. مش في النقاش ان يعني ان فيها اراء مختلفه ان فيها رايين. نعم فيها راي. اما الباقي لا. مساله التطبيع حتى من سنه لما كانت انتفاضه الاقصى واعتدوا على الشيخ عكرمه صبري والشيخ عكرمه صبري ومفتي طبعا خطيب الجامع الاقصى واهل علم معروف وعالم جليل ولما ناس عرض زياره فقال لا تزورونا ولا تعملوا ساعدوا اخوانكم لكن مش عايزين نزوركم حتى لنقر لهم بذلك وهو لا يشك احد في دينه وعلمه. الافه ان معظم من افتوا بجواز الزياره معظمهم علماء سلطه تبع ابو مازن اللي المساله عندهم مش فارقه قوي يعني هو سواء لو كل العلماء افتوا بالحرمه هم مطبعين مع الكيان وفيهم من للاسف من هو يسير في ركاب الاحتلال الصهيوني. نعم. اذا القصه النهارده لو عايزين نتكلم على مستوى الافراد والعلماء، العلماء حرموا. مستوى الهيئات الكبرى، الهيئات حرمت. فقط الجزء البسيط اللي فيه نقاش واخذ ورد هي قضيه زياره المسجد الاقصى من باب الشق الديني. ولكن الشق الديني قد يمنع من باب الواقع وادله الواقع التي تمنع. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام منع اشياء مؤقتا ثم الوضع لما تغير اجاز. الحكم في الزياره بهدف التطبيع. الحكم بالزياره في هدف ان انا احضر مؤتمر ما انا بس عايز اوصل معظم اللي بيزور غالبا المقدسات الاسلاميه المسجد الاقصى غالبا بيبقى عاطفته اني لا نفع هؤلاء الناس افاده المكان كثره الزوار فيه للحفاظ عليه فعاطفته احترمها. وإن كنت أختلف معه في الفعل ولا أجيز مثل هذه الزيارة حتى إن كان بهدف التعليم وبالله عدد من إخواننا الأتراك بيفعل هذا الأمر حتى إن كان بهدف التعليم يا شيخ تعليم يعني إيه؟ أنا رايح هناك للتعليم أنا صحفي ورايح لتغطية لا دي قصة تانية. أنا بتكلم أنا رايح زيارة أنا مسلم أتشوق لزيارة المسجد الأقصى فدي عاطفة دينية. فبعض الناس هتدفعهم زي ما بنلاقي ناس كتير بتحج للمرة التانية والتالتة والرابعة وجاء حوالي ناس فقراء محتاجين بيقولوا له إيه ما تحجش وده الكعبة ما تحجش يا عم كفايه حجيت الفريضه واترك المال للفقراء اللي محتاجين هذا المال. دي فتوى العلماء باب اولويه. اما اذا كان من باب التعامل اقتصادي اعلامي سياسي مما يعطي ترسيخا لوجود الكيان الصهيوني فهذا طبعا ممنوع. لا اجد احدا اجازه عن علم انما اما عن جهل بالواقع او جهل بالسياسه او جهل بالنصوص الدينيه. طب لو من باب ان من تعلم اما من يعلم اما من يعلم الحكم ويفعل ليه هوى في نفسه فحكمه الى هواه. هواه يحكم عليه. لو انا بقول من تعلم لغه قوم امن مكرهم وانا رايح هناك عشان اتعلم وافهم بيتعاملوا مع الناس ازاي وافهم بيخططوا ازاي ده يعني يغير في الامر من شيء؟ يعني يوجد مترجمون للعبريه على وجه الارض عمره ما عدت بناحيه فلسطين المحتله مش هقول اسرائيل يعني. نعم. قال خلاص قابل يهود في اي دوله. واسمه يهودي مش صهيوني، في فرق بين اليهودي والصهيوني. ملهاش اي مخرج يا شيخ. من ايه؟ للحل؟ لا انت بتدور على مخرج ولا بتسال على الشرع؟ انا بسال عن الشرع. خلاص عايز مخرج. ما يتقالش ان احنا متشددين لا في الامر. اللي عايز شوف التشدد انت بتتشدد بحكم الحاله نفسها، زي العلماء لما حرموا زمان التجنس بالجنسيات الأوروبية. ليه؟ اللي كان محتل. لما ساب بلادنا
وبلادنا بقت محررة منهم، اللي يتجنس يتجنس. كانت الجنسية دي معناها الولاء لهذا البلد، هذا المستعمر، وهذا ما رفضه العلماء في تونس، في الجزائر، مصر. في مأمنة بس واحدة في مصر رفضوا البرنيطة، فتوى الإمام محمد عبد الحاج ظنش مش متشدد يعني، منع علماء الأزهر لبس البرنيطة الإنجليزية. السبب لأن ده علامة علي. هو مش الأصلية، هو لبس زي أي حاجة، بس أصبحت رمزا تدل على الولاء لهذه الهوية المستعمر، لهوية المستعمر. فهنا ما تقوليش ده قماش، لا القصة مش قماش. زي لو أنا النهاردة أشيل علم أمريكا ورفرف بيه من باب ولائي لهذا العلم، حكمه إيه؟ لو أمريكا بلد محتلة بلدي خلاص، أو هل بستشرت عليه أمريكا وهي محتلة بلدي؟ الناس هتبصيلي على إني إيه؟ عميل. أنت بتحيي بلد بتقتل في أهلك. إنما خلاص أمريكا رحلت وأصبحت دولة مسالمة لا بتتدخل في شو بتعمل، مجرد دولة صديقة أو دولة مسالمة، لا صديقة ولا غيره، دي قصة تانية. أما بلد يحتل بلادنا فالتعامل معه يكون في إطار أنه عدو. اللي يتفاوض معاه بقى في إطار أسرى في قضايا في عمل سياسي هو السياسة الساسة. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل ثوبا من حرير لعمر بن الخطاب، سيدنا عمر استغرب الرسول الله يعني أعمل بيه إيه؟ الحرير حرام. قال ما أرسلته لتلبسه بل لتبيعه، تشتري واحدة ست. فهنا سيدنا عمر استغرب، يعني ده معناه أنه مش حرام لكل حرام تلبسه، لكن مش حرام أنك تبيعه. في نفس الحالة هي حرام على عموم الأمة، إلا بعض أفراده بيتفاوض على جثث ماتت عندهم استشهدوا شهداء. هل ده التواصل سميه تطبيع؟ لا، ده اسمه تفاوض، ومش تفاوض، اسمه تفاوض على أساس إن أنا مسلم بالحق الشرعي، مسلم بإن لي حق. إن أنا بصلي سلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم سلم عندهم أسرى وعندكم أسرى، خلاص أدي أسراك، تعالى ادفع لهم الفدية والمن. وجاء العباس وتفاوض، وجاء سويد بن عمرو يتفاوض على القضية السياسية الموجودة. فده متروك في إطار محدود. شيخ حسن، يعني لنغلق هذا الملف، ملف التطبيع، لو هناك كلمة من الشيخ حسن لمن يطبع سياسيا ويلبس الأمر الزي الشرعي، يعني أنا سأذهب إلى تل أبيب ولكن أيضا سأذهب إلى لا الأقصى. اللي عايز يعرف يا أخوانا، من يريد أن يعرف الحكم الشرعي يسأل قبل أن يفعل. إنما أنا إنسان رايح أو رحت أو هروح أو هعمل، أنا دائما أقدر قبل أن أفعل أسأل. سألت، طيب إذا أنا أسأل نفسي، لو أنا سألت وعرفت أنها تطلع الإجابة لا ما لا يقول شرعا، هل سأرفض ولا أصر؟ إذا أصر إذا الشرع مالوش عندي اعتبار، أولا أقصد المشايخ، مش هسمي المشايخ الشرع عشان ما نخلطهاش يعني، خلاص أنا زي أنا ما عنديش ماليش ده. أنا في مرة بسأل يعني شيخنا شيخ القاضي، كنت لما خطبت فبقول له وخطبت عايزة رأيك فيا، قال له ده هيفرق يعني هيتقرى ايه؟ قلت له انا خطبت. قال لي طب خلاص اقول رايي ليه؟ اذا انا رايي لا يقدم ولا اخر في الجوازه يعني. فهو يعني وكلامه صح، واي واحد مكانه او مكان اي حد. طب انت بتسالني ليه؟ يعني اذا انت قبل ما انت واخد قرارك قبل يعني، ففي النهايه تحصيل حاصل. طب شيخ حسام، انا يعني يهفو قلبي الى فلسطين والى المسجد الاقصى، يعني عرفانا وطاعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، ومنها طبعا المسجد الأقصى الشريف. إيه اللي ممكن أعمله دون الزيارة وأكون أنا بدعم الأقصى؟ لا، الأقصى ما هوش مجرد أزور وأروح. الأقصى قضية كما قال الشيخ، قضية كل مسلم، والأقصى لابد أن يكون في قلوب الناس قبل أن يكون بمجرد زيارة. طيب زرته بعدين إيه اللي عملته؟ خلاص خدت صورة سيلفي وخلصت. طب وبعدين هو الأقصى مستني مني دي؟ محتاج مني ده بالصلاة على النبي كده الأقصى اتحرر؟ لا، الأقصى يحتاج مني نضالا بالكلمة، ونضالا بالمال، ونضالا بكل ما يستطاع. طب النضال ده مش منه ان انا اروح اتعرف على سياستهم؟ يعني وانا النهاردة عشان اتعرف على السيسي وسياسته لازم اعيش معاه؟ ازوره؟ وهل في حد عنده شوق اكثر من شوقنا لبلادنا؟ ده احنا امهاتنا واهلنا في بلدنا يعني، واحنا متغربين ليه؟ وناس متشحططة وبندفع ثمن ذلك، وفاة ابنائنا واهالينا واصدقائنا واحبابنا، ناس كان كل عشان نغسلهم ونصلي عليهم يعني. أنا ليا خالتي الله يرحمها، وكان كل أملها تشوفني قبل ما تموت وأصلي عليها. أظن ما فيش عندي حد عنده عذر. طب يا جماعة هصلي على خالتي وأرجع. طيب لو كنت عملت الكلام ده، ما المقابل أصلا؟ هيسمح لي مقابل ده بإيه؟ يعني أنا سيسي عشان يسمح لي أدخل أصلي، طب شكر الله وسعيك، وبعدين
القصة مش كده. سيدنا عشان نعرف بس أختم بيها يعني، سيدنا أبو الدرداء والقدس مش محتل، أقصى مش محتل، حكم مسلمين. فأرسل إلى سلمان، لأن سيدنا أبو الدرداء فراح قعد عسكر في المسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إحدى ثلاث. فأرسل رسالة سيدنا سلمان، وكان أخوه في الإسلام، الأخ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هلم يا سلمان إلى الأرض المقدسة. سيدنا سلمان رضي الله عنه، سيدنا سلمان فين؟ في المدائن في إيران، لا فيها جوامع ولا أولياء الله صالحين ولا يحزنون، عباد شمس عباد نار، آسف يعني. قال يا أبا الدرداء، إن الأرض لا تقدس أحدا، ولكن العمل الصالح يقدس صاحبه. يا حبيبي اللي هيقدسك عملك مكان ما هتشتغل، مش أنا قاعد. طب يا عمي واحد قاعد في الحرم وظالم، خادم حرمين ولا ولي عاد خادم حرمين، مدبح واحد ونشره ومدوبه، الحرم ده يجي من القيامة يشفع له بتاع إيه يا عمي؟ وعين منين عندنا احنا الكلام ده؟ لا، فالمسألة عندنا قضية مبدأ وقضية تخدم بما يفيدها. نعم. وأنا أتمنى أن يتعمل استبيان واقعي، هل زيارة الأقصى، سيبك من الباقي التطبيع ده من رأى مرفوض طبعا، هل يفيد أم يضر؟ بناء عليه الناس تتأكد عمليا. نعم. الفتوى خلاص عرفناها، يظل الاستبيان اللي ممكن نقول اه والله يا جماعة لا، هل يفيد بالقضية أم يضر؟ ويفيد أكتر إسرائيل ولا فلسطين؟ أتمنى هذا الاستبيان أو الدراسة الميدانية تتعمل، هذا يفيد الفتوى في هذا الأمر.